الشخصية أن هذه العلاقة هي علاقة إشكالية لأنها ومتوترة في نفس الآن، لأنها ترتبط أولا وأخيرا بموضوع الهوية. صحيح أن في المغرب بخلاف باقي البلدان العربية لم يطرح مفهوم الهوية بشكل حاد كما طرح مثلا في بلدان أخرى تعيش زحف لجاليات ولجنسيات مختلفة كما هو الحال بالنسبة لبلدان الخليج التي يشكل فيها مواطن البلد الأصلي أقل من 2 أو 3%. فالهوية المغربية اليوم كما يذكر الدستور نعم جميعا ذلك هي وقبل الدستور الجديد هي هوية متعددة عربية أمازيغية يهودية حسانية إفريقية ومتوسطية. وبالتالي لابد أن نطرح هذا السؤال لما يتعلق الأمر بموضوع الإعلام، أي علاقة أي إعلام يمكن أن يمارسه اليوم المغربي أو الإعلام المغربي في ظل تعدد هذه الهوية، هذه الهوية المتعددة؟ هل سنقوم بصدد تأسيس لأشكال مختلفة ومتعددة من هذا الإعلام بحسب الانتماءات اللغوية والثقافية، وهي كما أصبحنا نعرف جميعا هي الآن مكتوبة بنص في الدستور لأن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للبلاد، وغدا يمكن يعني في ظل التطورات المجتمعية أن تصير لغات أخرى أيضا لغات رسمية. إذا موضوع الهوية الآن هو مطروح بشكل حاد فيما يتعلق بالممارسة الإعلامية. نجد تجلية ذلك في قنواتنا التلفزيونية، هناك الآن اضطرار إلى أن تكون لك قناة تلفزيونية أمازيغية وقناة حسانية توجه إلى جمهور الصحراء، وغدا ربما تكون هناك قنوات أخرى توجه إلى مناطق محددة في البلاد. الممارسة الإعلامية على أساس لغوي وإثني هي أيضا مضمونة في دستور، لكن ترجمتها الآن لا تزال يعني رهينة بحداثة هذه الممارسة. وأعتقد أن أي ممارسة إعلامية أولا وأخيرا هي ترتبط أولا بالحرية، بالهامش المتاح لهذا الإعلام سواء كان مكتوبا أو موجها إلى بالفرنسية أو كان إعلاما عربيا أو إعلاما باللغة الأمازيغية إلى آخره.